تفتكرك ممكن تتكرر استثنائيه الموسم اللي فات الموسم الجديد ده، اخذا في الاعتبار بان كل يعني كل الانديه الثانيه في كل الرياضات سواء كانت رياضات فرديه او جماعيه بطبيعه الحال مش عاجبها الحال، يعني هم كمان من حقهم ودي يعني صحيح. حق مشروع عند اي نادي، فبطبيعه الحال كل نادي هيحاول ان هو يدعم فريقه ويطور من ادائه، فبالتالي متوقع ان المنافسه مع الموسم الجديد تشتد عن الموسم اللي فات، فإلى أي درجة ممكن تكرار استثنائية الموسم الماضي مع انطلاق الموسم الجديد في رأيك؟ أكيد يا كريم هاخد من كلامك إن فعلا بالفعل كل الفرق في الموسم الجديد دعمت ودعمت بكل قوة علشان يكون في منافسة، لكن النادي الأهلي بيبقى قادر على حسم طبعا الأمور وقادر على حسم البطولات. النادي الأهلي خليني أقول لك إن من بداية واللي أنا بشوفه من بداية الموسم الجديد التخطيط الواضح لإدارة النادي الأهلي في دعم كل الألعاب الجماعية، ده مش الدعم بس كمان تجديد عقود اللعيبة، ده اللي هيفرق كتير جدا في الموسم الجديد، إن يبقى عندك استقرار من بداية الموسم، جددت لكل اللعيبة اللي كان طبعا عقودهم بتنتهي. وكمان الفكرة إن في النادي الأهلي هو بيعمل حاجة كويسة جدا دلوقتي، إن هو لما بيجدد عقود لعيبة بيجدد عقود لمدة 4 مواسم علشان يبقى فيه استقرار، يبقى اللاعب مرتاح نفسيا ان هو لسه مكمل مع النادي الاهلي لفتره كبيره جدا. فالتخطيط الناجح ده ان شاء الله هنشوفه في الفتره اللي جايه. انا عايز اقول لك ان بامر الله النادي الاهلي دعم بكل قوه، اللي انا يعني اعرفه واكيد هيتم الاعلان عنه خلال الفتره اللي جايه، تدعيم في كل طبعا صفوفه. كان الكابتن خالد العوضي طبعا مدير عام النشاط الرياضي اللي عامل شغل اكثر من رائع مع الالعاب الجماعيه وكل الالعاب بصراحه، اتكلم قبل كده وقال ان هيكون في محترفين في كل الالعاب في النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر الفتره اللي جايه والموسم الجديد نحقق موسم استثنائي زي الموسم الماضي، وده اللي طبعا منتظره جماهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي يفضل دايما موجود على منصات التتويج.